إدارة كرة القدم كانت مميزة. أنا حبيت كرة القدم عشان أصير لاعب محترف وأرفع اسم الكويت. أنا صار لي 3 سنين كرة قدم. أنا اخترت نادي العربي لأني أحبه، وعندي شيك كرة القدم 2021. في المدرسة كنا نلعب كرة قدم، لكن أطالع مباريات وأشوف وأهلي يشجعوني إني أدخل، فتشجعت ودخلت. لاعبين زينين، وأنا أهلي يشجعون النادي العربي. أبوي كان يوديني النادي كل يوم، وبس صرت أحب كرة القدم. في المدرسة كنت ألعب مدافع، كلها طالع مباريات وأشوف المدافعين أكثر شيء كذي يعرفون عن كذي ويقطعون الكرة أكثر من المهاجم، فعشان كذي صرت مدافع. أول شيء كنت أكاديمية، بعدين حسيت نفسي وايد زين، بعدين رحت العربي وما خذوني. بعدين أدافع، أعطي باصات زينة وأشوت زين عشان ما الكل يبي هجوم بالمدرسة. كذي إنه حلوة الكرة، إنه كل الكرة أحلى شيء، كرة أحلى من أحلى من كرة سلة، أحلى من كرة. لأن الأكاديمية صارت تمارين سهلة، وأكاديمية النادي العربي تمارينها صعبة شوية. يدافع زين ويلعب زين وايد وبس. بعض مرات ألعب جولج، وبعض مرات مدافع. هوايتي كرة القدم، وفي مثل النادي العربي، وهوايتي أروح منتخب الكويت. يضرب سلايد بس يحوش الكرة، ما يطق اللاعب لأن كسر اللاعب. أنا كنت أطالع مباريات وايد فحبيت كرة القدم. نعطي باصات ونشوت شوتات زينة وندافع زين. أبي أصير مثل اللاعبين الكويتيين المدافعين. المهاجم يقطع الكور ويقول هوايتي كرة القدم، وبيصير لاعب مثل لاعب نادي العربي درجة أولى، وبيصير لاعب منتخب. أركز على الكرة بس ما وأركز على اللاعب، أضرب سلايد بس على الكرة. شاركنا ضد القدسية، فزنا عليهم ضد الكويت، بعد أما إلا العرب ما فزنا. إني أحضر التمرين كل يوم. شاركت بطولة واحدة وخذين حقق المركز الأول، خذيت أفضل لاعب بالبطولة. جربت بس أحس دفاع زين. لازم يكون عنده لياقة وجسم عشان أنا هوايتي هي كرة القدم. فيروس كورونا أثرت علي، طيحت لياقتي وايد، بعدين الحمد لله رجعت لياقتي وايد. يدي كان يلعب كرة القدم، وبعد عمي كان يلعب. التزم بأكل مفيد، وكله مو على الثاني، يركض يلعب يتمشى.
كريم وشين نجرب الكرة بعدين نلعب باصات بعدين تسديدات بعدين تقسيمة. أركز على المدرب وأسمع كلام المدرب. باصات زقزاق رأسيا. أنا مركزي المطلوب إني أقوم، المدرب يطلب مني إني أقوم. أحس إن لعبة جماعية وكذي. المدرب يقول لي يعني مو تدافع وايد، خليك بالنص. المهاجم عشان يبدع لازم الوسط يعطي باصات حتى الدفاع. كل تعب ورياقتنا راحت فصرنا شي كله تعبانين وما نخلط نمشي كرونا. أبي يعني أكون زين وايد، ويعني أبي أكون بالمنتخب. لازم التزم تمارينه، اسمع كلام المدرب، ينام عدل وياكل عدل. التدريبات اللي تعلمتها بالنادي زقزاق وأعطي باصات من بعيد وشوت. أسمع كلام المدرب وألعب عدل، قوم بكر أروح المدرسة، أرجع عدل شوية وأروح النادي بعدين أتعشى وأنام. أتدرب وايد، أركز بالتمرين وأسمع كلام الكابتن. يدي بعد كان مدافع وحبيت شلون إيش ألعب مدافع وبس. أنا قدوتي حسين مسوي لأنه يعرف يعدي وقواله حلوة وسريع هاري. ألعب كرة القدم ما أهتها. أدرس ساعة ساعتين بعدين أروح النادي. لا إن شاء الله صير أحسن. برا الكويت ميسي لأنه مهاري وسريع شوتاته حلوة. استمر بالكرة القدم وشد حالي بالتدريبات. يعني ما كان في معسكرات ولا كذي. الدراسة له وقت مخصص واللعب له وقت مخصص. في مهاجمين بطيئين وفي مهاجمين سريعين. أسمع كلام المدرب، أركز على المباراة. إحنا دخلنا بطولات أكاديمية بس إن خذينا مركز الثاني، مرة خذينا المركز الثاني والثانية خذينا مركز الأخير. سليمان ميل قدوتي في اللعبة. فريق اللي أشجع برشلونة لأن يلعبون لعب جماعي وتعاون. يعني دافع يعني إذا شاف يعني واحد هاجم لازم يقطع من الكرة كان الكل كان يبي هجوم. أركز بالتمرين وأسمع كلام كابتن. يشجعني أهلي يقولوا لي استمر لا تقطع من النادي. صحته حيهم إذا بس قاعدين بالبيت وكذي خل دوروا لهم شيء عشان لا يملوا البيت بس يقعدون. دفاع بالأكاديمية غير عن دفاع الفريق. دفاع الأكاديمية غير شنو يبي يهجم. دفاع الفريق لازم يكون ثابت أو يدافع. أهلي وربعي يشجعون بس عشان أطور مستواي. أول شيء أخلص الدراسة بعدين أروح النادي. أركز وألعب بقوة وأشد
اللعب. نصيحتي حق الشباب بعمري ان في اكاديميات خي يدخلونها عشان مو شي يقعدون بس على السوني. يشجعوني علي يشوفون مستواي. انا نصيحتي للشباب انهم يلعبون كرة ويدشون اكاديميات او نادي عشان ينمون موهبتهم. ما يلعبوا الرياضة انصحهم ان يدورون لهم هواية عشان يحركون جسمهم شوية. لعب النادي احسن من الالعاب الالكترونية والسوني.